وسهلا مشاهدين قناه انفاس تي في. اليوم غادي نخرجوا للشارع المغربي ونسولوا المواطنين المغاربه اذا لقيتي مليار شنو غدير بها؟ واش تعرفوا كثر جو معنا جو؟ الله يعطينا شي سته المليار حنا كاع ماشي مليار. اذا لقيتي مليار شنو غدير بها؟ مليار كامله؟ اه اش غدير بها؟ تستثمرها، دير شي مشروع بحال هكا. شي مشروع ديالك هو اللي ولت بدا به بحالك. حاوم المورا المشروع؟ مورا المشروع تشوف راسك وتشوف عائلتك وتشوف والديك. هادشي اللي كاين دير وليداتك. كاينه. فهمتيني؟ تزوج باجمل نساء في العالم. لا ماشي اجمل نساء لا. وحده بحالك. وحده درويجه بحالي باغا تعيش وصافي ما بغاش الاجمل كاع ما عندي. كاينه. فهمتي ودي موين تاع الحاج واقيلا ضروري هذيك. شوف داركم اشنو خصك دابا درتي مشروع صحابك شفت شحال بقى لك من ديك المليار ومن ديك المشروع والتزواج والله ما عرفتش حيت كل مشروع شوف كيفاش كل واحد كيمشي على قد الحال فهمتي كيفاش تبارك الله عليك. الا لقيتي مليار شنو دير بها؟ الا لقيت مليار نطلب من ربي يغفر لي ذنوبي حيت مليار ما غاديش ينفعني من اللي غادي نهبط لقبري. كاين والله يعاونكم تبارك الله عليك الله يكثر خير خويا ودير فيها الخير دير الخيريه بني جامع الشريف بني جامع ولا ما تبني الجامع حنا فوق الظلمات واخا دير اللي درتي. الا لقيتي مليار شنو دير بها؟ مليار اش غندير بها؟ غنباتو هنا صاحبي كنا قلنا لك 6 مليار كون سخفتي الثمن دابا تتخيلو غير في راسك بعدا باش تلقى فهمتي اخويا غادي ندير بها شي بروجي راسي وضروري يعني غادي تاخذ منها واحد يعني واحد لا صوم اللي يعني غادي تعطي في سبيل الله بحال عطيتي صدقه على زكاه لديك ديك المليار كامله وتاخذ بارت ماول لا ماشي لا بارت ماول ولا طوموبيل داك الشيء خصك بعدا دير شي حاجه اللي تخدم شي بروجي هو اللي كاين فهمت يعني يرجع لك غتستثمرهم فوالا يعني من بعد يقدر ماشي دير غير ابارتمون ولا جوج ولا ثلاثه دير من بعد واللي باقي لك الفلوس اللي باقي من ديك المليار وا ديك المليار يعني دابا ربما يقدر لك مليار تمشي كاع في ذاك البروجي اللي ديرو ولا ربما مهم وضروري عاوتاني انك تخلي شي حاجه يعني بار سميتو الوقت. اذا لقيتي مليار شنو دير بها؟ واه الا لقيت مليار خصني نعرف بعد مولاها واش كاين واش هادي طاحت لي ضروري غير ضروري نتقاسمو مليار ما ماشي شي حاجه المهم راه يبغى يعطيني 500 مليون مزيان ما عطاكش ما عطانيش اي زين عليه ولكن نلقاها في اجي وخذها راه شويه كتجيهم قاسها تقدر تقدر بنادم يعرف شكون مولاها حتى الا عطاك شي حاجه منها راه مزيان تستافد منها انا اختي تقدر دير بها عرس تقدر تخدم بها تقدر تشري بها طانوبيل شي حاجه قديمه تشري جديد شويه طالع تبارك ما تصيبها راسك لا عطاك شي تزوج بشي وحده الا كتلبس عليها ممكن علاش لا ما كان بنا درويشه انا درويش مزيان تبارك الله عليك.